اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة خضر رائعة بنينة ولذيذة، يمكننا الرفق بها جميع انواع اللحوم والمشاوي والاسماك، تجي رائعة في المذاق، سهلة وبسيطة. فإذا كنت أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولكن كنتوا من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ترموميكس مرحبا به معنا في قناة غشاء الشاف لطيفات، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروبو. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هاد الوصفة. الروبوت ثيرموميكس نثبتو في البول لي بليشار، نثبتوه مزيان، نديرو يطروط الماء، حتى العلامة الأولى واحد، نزيدو البطاطا ما نفوتوش 800 غرام، هنا عندي 660 غرام، نسدو بالقوبلي ونمشيو نقلبو على المود ابلوشي اللي هو هذا. وندورو السيليكتور، صافي البطاطا تاعتنا هي تقشرات. ندوز نحيدها من البول، البطاطا هي هذه، شفتو؟ بلا عذاب وبسرعة. وهذه وهنا عندنا القشرة تاعتها بلا عذاب وبسرعة ولا ما نضيعوها. غادي نعاود ندير الماء في البول، ندوز نقشر فيه الجزر، قطعته بهذا القياس، نسد وندوز نقي الجزر اي خيزو، نشيل الابلوشي ندور السيليكتور. هنا نقينا الجزر وعطيناه هذا الشكل الدائري. ندير في البول يطرط الماء، ندير البانيه، ندير الجزر، يمكن لكم ديروا كثر، نزيد البطاطا، نسد ونجي نبرمج 25 دقيقة. بارومة سرعة 2، Thank you.
بطاطا وخيزو هما طابو بالبخار، غادي نهزوهم نديرهم في مقيلة يدوز شوية زيت العود، شوية تاع القزبر معدنوس والثومة عندي مدقوقين، عريشة اليزير، شوية بزار، شوية سكينجبير، شوية تحميرة، طريقة الشاونية أي الحار اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، ملح حسب الذوق. نحركو هاد العناصر، نقصوا النار، نغطيو على هاد الخضيرة ونخليوها على نار مهيلة تشرب ديك لقامة ونسمة تاع الأعشاب. مرة تنقلبو البطاطا والجزر تحمروا من جميع الجوانب، هكذا تنديروا وصفة سريعة، نحمرها غير على المهل باش ما تحرقش لنا زيت الزيتون، وصافي غير تتحمر حسب الذوق تنطفيو عليها. وهكذا بلا عذاب تيمكن لينا نطيبوا هاد الخضر بهذا الشكل الزوين الرائع، تفتح الشهية ولا أروع مذاقا ومنظرا. تيمكننا نرفقوا به الأطباق تاعنا تاع اللحوم أو المشاوي أو الأسماك، تجي هاد الوصفة رائعة وصحية في نفس الوقت. طيبناها على البخار وشحرناها بزويتة الزيتون والأعشاب المنسمة، ولا أروع في المذاق. فإلا عجبتكم الوصفة جربوها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارتاجي الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. والتي يرغب في وصفات بدون روبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة غشة الشاف لطيفة، رابطها في صندوق الوصف، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون روبوت. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.